خلاص كده انا حلقت شنبي وسرحت شعري وبشرب ينسون قبل كل فيديو وبعمل كل اللي انتوا عايزينه. يلا بينا نبدأ. اهم حاجه لازم تعرفوها قبل ما نبدا النهارده ان في فيديو اسئله قريب، وده معناه ان انتوا تكتبوا اسئلتكم تحت في الكومنتس او في البوست اللي هنزله على الفيسبوك، على البيج بتاعتي على فيسبوك هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكربشن او في الستوريز بتاعت انستجرام. هنقعد فتره اسبوع مثلا وبعد كده هنزل لكم فيديو اسئله برد مفصل على كل سؤال هتسالوه. طبعا عندكم اريحيه كبيره جدا في ان انتوا تسالوا. اما حاجه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد وهيكون منهم فيديو الاسئله. وبس كده، ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا. كنت نزلت سؤال على الكوميونتي بتاعتنا على اليوتيوب، قلت لكم انتوا عايزين مقارنه ما بين الاف 11 برو والاي 70 ولا ما بين الريلمي 3 برو والنوت 7، وكلكم رجحتوا ان انتوا عايزين المقارنه اللي ما بين الاف 11 برو وما بين الاي 70 من سامسونج. وطبعا ده بخلاف الاسئله الكتير جدا اللي جات لي في الكومنتس بتاعت الفيديوز اللي فاتت. هل البوكوفون اف 1 من شاومي ما زال يستحق ان انت تشتريه في الفئه بتاعته اللي هي نفس الفئه بتاعت الاف 11 برو والفئه بتاع الاي 70؟ وده طبعا السؤال اللي هنجاوب عليه في الفيديو بتاع النهارده. انا معاكم عبد الرحمن الهواري ودي هتكون مقارنه ما بين الثلاث اجهزه دول، خليكم معايا. طبعا هقول لكم القواعد او النظام اللي نمشي عليه في المقارنه دي عشان ما تتوهوش مني في النص، ركزوا معايا كويس في الكام نقطه اللي هقولهم دول وهنبدا على طول. اول حاجه احنا هنعمل 6 نقط للمقارنه ما بين الثلاث تليفونات دول. اول حاجه هي الخامات، ثاني حاجه هي التصميم، ثالث حاجه هي الشاشه، رابع حاجه هي الاداء، خامس حاجه الكاميرات، سادس حاجة وهي الصوت بتاع الموبايل. وطبعا كل وجه مقارنة من المقارنات دي هندي الموبايل تقييم من 5 نقط. ال5 نقط دول هيكون منهم نقطة الحاجة اللي بتميز الموبايل، يعني لو الموبايلات كلها بالطبيعي ان هي تكون بكاميرتين في الفئة دي وفي موبايل منهم بكاميرا تالتة او بكاميرا اضافية او بميزة اضافية، دي هتتحسب بنقطة وبالتالي هتكون نقطة اضافية للموبايل ده وهتطرح من النقط بتاعت الاجهزة التانية. انا عارف ان انتوا تقعدوا معايا بس هتفهموا واحنا بنقارن ما بين الموبايلات. طبعا كل موبايل من دول في فيديو ليه على القناه، هسيب لكم اللينكات بتاعت الفيديو دي في الديسكربشن، او وانا بتكلم عن الموبايلات هتلاقوا الاي بتاعتهم ظهرت هنا او هتظهر لكم في اخر الفيديو. فانت لو عايز تشوف مراجعه مفصله للموبايل او نظره مبدئيه او الفيديو اللي انا عملته لاي موبايل من دول هتلاقي اللينك بتاعهم في الديسكربشن تحت الفيديو. واول حاجه نبدا بيها طبعا وهي الخامات. اول موبايل معانا هو الجالكسي اي 70 من سامسونج. الخامات بتاعته تعتبر بلاستيكيه بس مش رديئه، يعني ما تحسش ان هم موفرين او ان هم مقللين في جوده الخامات حتى وهي بلاستيك. خامات متينه والموبايل يعتبر ماسك نفسه او تحس ان هو حته واحده. للاسف خامات الموبايل مش من الازاز لكن بتديك احساس ان الموبايل من الازاز لما تشوفه من بعيد وتشوف اللمعه اللي موجوده على ظهر التليفون. فلان الموبايل من البولي كربونايت لكن الخام بتاعته محترمه ومش من الازاز هياخد 3 نقط معانا. ونروح للاف 11 برو من اوبو. الخامات بتاعته بلاستيكيه برضو لكن امتن شويه من الخامات بتاعت الاي 70، تحس ان هي متينه وتحس ان هي مصروف عليها اكتر من الاي 70، بالاضافه لان اللمعه او التموج اللي موجود ورا والشكل السيمتري للموبايل، الرصه بتاعت الكاميرات وتحتيهم الفينجر برينت وتحتيهم اللوجو بتاع اوبو كلهم في وضع راسي، بالاضافه لان السلايدر بيطلع من نفس المكان كلهم في السنتر كده، فده بيديك حق ان الموبايل بريميوم جدا، بالاضافه لان الخامات بتاعت الموبايل من ورا جلاس جدا، تحس ان هي ازاز بالرغم من ان هي بلاستيك، تديك حق قوي جدا ان هي ازاز. فلو حد شايفك ماسك التليفون من بعيد وما يعرفش التليفون ده خاماته ايه هيتاكد 1000000% ان هو ازاز ومش هيشك ان هو بلاستيك باي شكل من الاشكال. بالاضافه للموبايل بيديك احساس ان انت عايز تفضل ماسكه على طول وتفضل باصص للظهر وتعرضه للضوء عشان يديك انعكاسات بشكل جميل جدا. فانا هدي تقييم للخامات بتاعت الاوبو اف 11 برو 4 من 5. بالنسبه للبوكوفون اف 1 من شاومي فالخامات بتاعته تعتبر هي التضحيه الكبيره اللي موجوده في الموبايل. الخامات بتاعته مش قويه ومش رديئه بالشكل الملحوظ، فما تديكش احساس ان هي بريميوم وفي نفس الوقت ما تديكش احساس ان هي من بلاستيك معاد تصنيعه مثلا، بالاضافه لان مفيش انعكاسات البلاستيك مطفي، لكن مش هيكون من الصعب انت تتاقلم عليها. لو عندك مشكله مع الخامات ممكن تركب سكن او تركب كفر للموبايل. وتقييم الخامات البوكوفون اف 1 من شاومي هو 2 من 5. كده في نقطه الخامات الجالاكسي اي 70 واخد 3 من 5، الاوبو اف 11 برو واخد 4 من 5، والبوكوفون اف 1 واخد 2 من 5. ونروح لتاني نقطة معانا النهاردة وهي نقطة التصميم. وأول جهاز معانا هو الجالاكسي A70 من سامسونج. التصميم من الجهة الخلفية بتاعت التليفون يعتبر متكرر، شفناه في أجهزة كتير جدا زي الـ A50 والـ A30 وشفناه في أجهزة من شركات منافسة زي شاومي في النوت 5 وفي النوت 6 وفي أجهزة كتير جدا من شركات منافسة واوي. كل الشركات تقريبا كان بيستخدم الديزاين ده بالشكل ده السنة دي والسنتين اللي فاتوا، فبالتالي الديزاين ما يعتبرش مميز. كل اللي بيميز التليفون هي الواجهة الأمامية
والشاشه اللي بتحتل مساحه كبيره جدا من الموبايل، بالاضافه للبيزلز الصغيره جدا والنوتش الانفينيتي يو الموجوده على الشاشه، وراح تتاقلم معاها بسرعه جدا. فالديزاين ما يعتبرش حاجه جديده او واو، او ما يديلكش حاجه ان هو من المستقبل مثلا، لكن مقبول، بيديك مسكه كويسه جدا الموبايل، وبيديك واجهه اماميه باستحواذ محترم. وتقييمي للتصميم بتاع الجالكسي A70 هو 4 من 5. بالنسبه بقى للاف 11 برو اوبو، فانا معجب جدا بالديزاين بتاعه. الديزاين بتاعه يعتبر من اجمل الديزاينز اللي شفتها في الفتره اللي فاتت. ديزاين يعتبر مدروس، وانت ماسك الموبايل موبايل بيرتكز في ايدك بشكل كويس جدا، مريح في الاستخدام، كاميرات مرصوصه تحت بعض بشكل محترم جدا، في لقطات جماليه كده زي الاطار اللي بيحب الكاميرات الخلفيه والسلايدر، الثلاثه مربوطين ببعض تحس ان الكاميرات كلها بتخرج من نفس المكان. بالنسبه للواجهه الاماميه التي لا غبار عليها، ما فيش غير حافه سفليه صغيره جدا مش هتلاحظها وتتاقلم معاها جدا، مش واضحه اصلا، وما فيش نوتش وما فيش اي حاجه من الحاجات دي. بالنسبه لتقييم للتصميم بتاعه فهو 5 من 5. طبعا احنا بنقيم بالنسبه للفئه السعريه بتاعه الموبايل، مش بالنسبه للسمارت فونز اللي موجوده في السوق كلها. بالنسبه بقى للبوكو فون اف 1 من شاومي، فالموبايل الديزاين بتاعه يعتبر تقليدي، مفيش اي جديد، الوان عاديه جدا واللي حكمها الخامات بتاعه الموبايل، بالاضافه للواجهه الاماميه الموبايل فيها نوتش كبيره قد الموجوده في الايفون اكس مثلا، بالاضافه لان في بيزل كبيره موجوده في اسفل الموبايل، ودي كبيره نسبيا بالنسبه للموبايلين التانيين اللي احنا بنتكلم عنهم. فبالنسبه لتقييم للديزاين البوكو فون اف 1 فهو 3 من 5. فبالنسبه للتصميم الاي 70 خد 4 من 5، الاف 11 برو خد 5 من 5، البوكوفون اف 1 خد 3 من 5. ونروح للنقطه اللي بعدها وهي نقطه الشاشه. الثلاث موبايلات الاي 70 والاف 11 برو والبوكوفون اف 1 بيجوا بشاشات بدقه فول اتش دي بلس، وده معناه ان احنا هنا هنقارن من حيث جوده الشاشه او جوده البانل او نوع البانل اللي مستخدمه في تصنيع الشاشه. بالنسبه للجالكسي اي 70 فالشاشه بتاعته سوبر اموليد، وده معناه ان انت مش هتلاقي شاشه احسن منه في الفئه السعريه بتاعته خالص. طبعا كلنا عارفين شاشه السوبر اموليد بتاعه سامسونج قد ايه بتديك كونتراست محترم وبتديك تشبع الوان قوي جدا، بالاضافه لان انت اللون الاسود اسود عندك وكل لون واخد حقه في التشبع وفي اعاده التوليد، ولان الشاشه بتاعه الموبايل سوبر اموليد فانت عندك مميزات زي الاولويز اون ديسبلاي، وما بتسحبش كتير جدا من البطاريه لان البكسل الاسود بيكون مطفي، وده معناه ان الشاشه تكون موفره جدا للبطاريه معاك. فانا بدي شاشه الجالكسي اي 70 من سامسونج 5 من 5. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا بنقارن بالنسبه للفئه السعريه بتاعت الثلاث موبايلات. بالنسبه بقى للاوبو اف 11 برو والبوكو فون اف 1، فالاثنين شاشاتهم ال سي دي بدقه فول اتش دي بلس، تقريبا الفروقات مش كبيره، مش هتلاحظ فرق كبير جدا في الاداء بتاع الشاشه، فالاثنين هياخدوا 4 من 5. الاثنين بيجوا نوعهم ال سي دي وبيجوا بجوده فول اتش دي بلس، فمش هتلاحظ فرق كبير جدا في الاداء، بس الاثنين بيدوك اداء محترم وبيدوك توليد الوان كويس وتشبع محترم، لكن مش هيقدروا يوصلوا للسوبر اموليد لان دول ال سي دي. وهنروح لوجه المقارنه اللي بعد كده وهي كاميرات الموبايلات دي. المقارنه تعتبر قويه جدا بين الثلاث موبايلات، لان الثلاث موبايلات بيدونها اداء محترم جدا في الكاميرات، بيدونا جوده كويسه وكاميرات يعتمد عليها، بالاضافه لان كل موبايل من دول فيه ميزه في كل كاميرا منهم بتخليها متفوقه على الكاميرا الثانيه. بالنسبه للجالكسي A70 من سامسونج فبيجي بثلاث كاميرات خلفيه وكاميرا وحيده اماميه. الكاميرا الاساسيه الخلفيه بتيجي بدقه 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.7، ودي هتديك اداء كويس جدا في الاضاءه الكويسه، واداء يعتبر مقبول جدا في الاضاءه الضعيفه او المتوسطه، وده ان فتحه العدسه تعتبر كبيره نسبيا بالنسبه للمنافسين. بالنسبه بقى للكاميرا الثانيه فهي هتكون كاميرا وايد انجل بفتحه عدسه f2.0 بدقه 8 ميجا بكسل، ودي تعتبر من المميزات الترفيهيه بتاعه الموبايل. الكاميرا كويسه جدا، ممكن تصور بيها صور بافكت كويس جدا اللي هو بتاع الفيش اي، لكن ما يعتمدش عليها لان الكواليتي بتاعتها مش هتوصل للكواليتي بتاعت الكاميرا الاساسيه، فدي تعتبر ميزه ترفيهيه موجوده في الموبايل، ودي تعتبر نقطه او بوينت تكتسبها الموبايل عشان الميزه دي. بالنسبه للكاميرا الاماميه فالكاميرا الاماميه بتيجي بدقه 32 ميجا بكسل زي الكاميرا الاساسيه، ولكن بفتحه عدسه f2.0، فكاميرا اماميه يعتمد عليها بتطلع الوان كويسه وهتدي معاك اداء محترم جدا. فانا بدي الجالكسي A70 في تقييمي للكاميرات بتاعته 4 من 5، بالاضافه للميزه الاضافيه وهي بتاعت الوايد انجل فهديله بلس 1، فهيبقى 5 من 5 بالنسبه للفئه السعريه بتاعته. ونروح بقى للاف 11 برو من شركه اوبو. الموبايل بيجي بكاميرتين من خلف وكاميرا واحده اماميه وهي البوب اب كاميرا. الكاميرا الاساسيه الخلفيه بتيجي بدقه 48 ميجا بكسل وفتحه عدسه f1.8، وده هتديك اداء برده محترم جدا وهتديك تشبع الوان قوي، يعتبر افضل شويه من تشبع الالوان الموجود في الاي 70، لاننا عارفين معالجه الالوان بتاعه اوبو الفتره اللي فاتت كانت قويه جدا ومحترمه جدا، قدروا يظبطوا السوفت وير بتاعهم، بالاضافه ان تحديد الاطراف في البورتريه يعتبر برده اقوى من الجالكسي اي 70. والكاميرا بتاعه الاوبو اف 11 برو بتصور فيديو لحد 1080 بي فول اتش دي برده،
و30 فريم بير سكند. بالنسبه للكاميرا الاماميه في الموبايل ده فهي بتيجي بدقه 16 ميجا بكسل وبتيجي بفتحه عدسه f2.0 تديك اداء مقبول ومحترم جدا. وبرضه احنا عارفين الكاميرات الاماميه بتاعت اوبو بتكون عامله ازاي، هتديك تشبع كويس وهتديك شارب محترمه. بالنسبه بقى للمميزات الاضافيه الموجوده في الكاميرا فمفيش مميزات اضافيه، كاميرا خلفيه اساسيه وكاميرا ثانيه اللي هي الديب سنسور وكاميرا اماميه. فتقييم الكاميرا بتاعت الاوبو f11 برو هو 4 من 5. بالنسبه بقى للبوكوفون f1 من شاومي فهو بيجي بكاميرتين من الخلف وكاميرا وحيده اماميه موجوده في النوتش الكبيره اللي احنا قلنا عليها. بالنسبه للكاميرا الخلفيه الاساسيه فهي بتيجي بدقه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.9 ودي تعتبر اصغر فتحه عدسه في الثلاث موبايلات، لكن ده مش معناه ان الموبايل هيديك جوده قليله، الكاميرا هتديك اداء كويس جدا بدايناميك رينج محترم، هتديك صور كويسه جدا في الاضاءه المقبوله او الاضاءه العاديه وصور مقبوله او يمكن استخدامها في الاضاءه المنخفضه او الضعيفه. بالاضافه هنا اللي انت عندك نايت سايت او وضع تصوير ليلي كويس، وعندك هنا مميزات اضافيه زي ان الموبايل يقدر يصور معاك فيديو لحد دقه 4K وبيقدر يستخدم مثبت البصره الاي اي اس الالكتروني في تصويره لل 4K. دي حاجه مش هتلاقيها في الموبايلات الثانيه، بالاضافه ان هو بيصور 1080 بي لحد 60 فريم بير سكند برده معاها تثبيت الكتروني من الاي اي اس، وكمان بيقدر يصور سلو موشن لحد 960 فريم بير سكند ودي يعتبر سوبر سلو موشن. فدي تعتبر مميزات قويه جدا للكاميرا الخلفيه بتاعت الموبايل ونقط تتحسب للموبايل اللي هو البوكوفون f1. بالنسبه بقى للكاميرا الاماميه بتاعت الموبايل فيها بتيجي بدقه 20 ميجا بكسل وبتيجي بفتحه عدسه f2.0. جوده الكاميرا الاماميه كويسه جدا ما فيش اي مشاكل فيها، لكن هتقابلك شويه مشاكل في الاضاءه ضعيفه ان هي هتطلع الصوره مهزوزه او هتطلع الصوره الشاربين فيها او التفاصيل فيها مش واضحه قوي. بالاضافه لان البوكوفون f1 بيدعم جوجل الكاميرا وده معناها ان انت تقدر تطلع صور قويه جدا بالموبايل من حيث الشاربين والديناميك رينج والدقه بتاعه الصور، فممكن تستخدمه جوه الكاميرا. هتلاقوني سايب في الاي هنا الشرح ازاي تنزل جوه الكاميرا على الموبايل بتاعك. طبعا الفيديو قديم شويه فتتعبوا معايا، هتلاقوا ان انا بتكلم بالراحه كده. ازيكم يا جماعه، معاكم عبد الرحمن الهوي. فتقييم الكاميرا البوكوفون f1 من شاومي هو 3 من 5، وعشان المميزات الاضافيه زي تصوير ال 4K وتصوير السوبر سلو موشن فهياخد بلس 1، فيبقى تقييمي النهائي ليه هو 4 من 5. فبالنسبه للتقييم النهائي من حيث الكاميرات عشان ما تتوهوش مني، بالنسبه لجلاكسي A70 هو 5 من 5، F11 برو 4 من 5، البوكوفون f1 4 من 5. ونروح لواجه المقارنه اللي بعد كده وهو ايه الاداء. الجلاكسي A70 من سامسونج بيجي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 710 وده يعتبر معالج قوي جدا في الفئه المتوسطه او يعتبر من اقوى المعالجات الموجوده في الفئه دي، وده شفناه في اجهزه زي النوكيا 8.1. المعالج هيديك اداء محترم ومعالج الرسوميات بتاعته يعتبر قوي جدا، هيشغل معاك العاب زي فورتنايت وببجي على كواليتي عاليه جدا، بالاضافه لان هو بيجي بمساحه داخليه 128 جيجا و6 جيجا بايت رام. بالنسبه للبطاريه فاحنا هنتكلم عن البطاريه في جزئيه الاداء برضه. فالبطاريه بتاعت الجلاكسي A70 هي 4500 ملي امبير وبتدعم الشحن السريع بقوه 25 واط سوبر فاست تشارج، فبالتالي تقييم الاداء جلاكسي A70 هو 4 من 5. بالنسبه للاف 11 برو من شركه اوبو فبيجي بمعالج ميديا تك هيليو P70 وده يعتبر اقوى معالج من شركه ميديا تك في الفئه المتوسطه او معالج الرؤيه بتاعهم في الفئه المتوسطه. بالنسبه للمساحه الداخليه والرام فالموبايل بيجي ب 28 جيجا مساحه داخليه وبيجي ب 6 جيجا بايت رام، اما البطاريه فبتيجي بسعه 4000 ملي امبير وبتدعم الشحن السريع بتقنيه فوج الجيل الثالث اللي هي بقوه 20 واط. فتقييم اداء الاوبو اف 11 برو هو 3 من 5، وده لان ال 710 اقوى منه ولان اداء الفعلي للبوكوفون اف 1 اللي هنتكلم عنه دلوقتي اقوى من الاثنين. بالنسبه بقى للبوكوفون اف 1 وهو هنا ملك الفئه دي بدون منازع في الاداء، طبعا لو عايزين نشوف المراجعه المفصله بتاعته بعد الاستخدام المطول هتظهر لكم من الاي اللي هنا. بالنسبه بقى لاداء الموبايل، في الموبايل بيجي بكوالكوم سناب دراجون 845 وده المعالج الرائع لشركه كوالكوم من سنه 2018، فالموبايل هيديك اداء لا غبار عليه مش اقل من اي فلاج شيب موجود من سنه 2018 في السوق، اداء قوي جدا بيتغلب على اي موبايل في الفئه المتوسطه العليا. بالنسبه للمساحه الداخليه والرام فالبوكوفون اف 1 بيجي ب 128 جيجا مساحه داخليه و6 جيجا بايت رام، اما بالنسبه للبطاريه فالموبايل بيجي ببطاريه 4000 ملي امبير بتدعم الشحن السريع بتقنيه كوالكوم كويك تشارج الجيل الثالث. فتقييم اداء البوكوفون اف 1 هو 5 من 5. طبعا اللي حصل ان المايك فصل فالصوت اتسجل من الموبايل في اخر جزئيه من الفيديو، فاضطريت ان انا اعيد اخر جزئيه دي تاني عشان
تجربة الفيديو بالنسبة لكم ما تكونش مملة وما تحسوش ان الكواليتي بتاعت الفيديو في الاول كانت كويسة وبعد كده الكواليتي بتاعت الفيديو قلت. ووجه المقارنة اللي هنتكلم فيه بعد كده هو السماعات. بالنسبة لجالاكسي اي 70 فالسماعات الموجودة فيه هي سماعات موجودة في الجزء الاسفل من الموبايل وهي سماعات مونو، يعني هتديك تجربة صوت عادية جدا. صوت الموبايل نفسه لما جربته ما كانش عالي وما كانش واطي، يعني ما حسيتش ان الصوت قليل قوي وما حسيتش ان الصوت عالي قوي. بالاضافه ان انت لما بتعلي الفوليوم من درجات عاليه بتلاقي ان الصوت ابتدى يظهر فيه شويه نغوشه ونويز وان طبقات الصوت او الفوكالز كلها بتخش في بعضها. فتقييم السماعات الجالاكسي اي 70 هو 2 من 5. ونروح للاوبو اف 11 برو والسماعات تعتبر زي الاي 70، اللهم ان الفرق بس اللي ما بينهم هو ان الاوبو اف 11 برو صوت فيه انقى وتحس ان فيه توزيع اكتر للصوت، الصوت مجسم لكن مش ستيريو، يعني ما بيديكش ايحاء بين اللي هو الليفت سايد والرايت سايد. بالاضافه لان انت لما بتعلي الصوت على الاخر ما بتلاقيش الفوكالز دخلت في بعضها وما بتحسش ان الدنيا ابتدت تتوه معاك في طبقات الصوت المختلفه. فتقييم السماعات الاوبو اف 11 برو هو 3 من 5. ونروح بقى للفوكوفون اف 1، والموبايل ده يعتبر الموبايل الوحيد لحد 9000 جنيه اللي بيديك تجربة سماعات ستيريو، وده لان سماعات المكالمات بتشتغل مع السماعة الخارجية للتليفون فبتديك تجربة ستيريو. اي نعم مش الاقوى زي سلسلة الجالاكسي اس مثلا من سامسونج، بالاضافة لان سماعات المكالمات صوتها مش عالي جدا زي السماعة الاساسية، لكن بتديك التجربة. يعني انت لما بتتفرج على فيديو بتبتدي تحس بتوزيع الاصوات وان في صوت جاي من الليفت وصوت جاي من الرايت، تلاقي الدنيا اتوزعت معاك. بالاضافة لدرجات الصوت بتطلع بوضوح جدا وفي فرق او في تفرقة ما بين الفوكالز، يعني بتحس ان تحس طبقات الصوت المختلفة، كل طبق الصوت ليها تأثير مختلف على ودنك. فتجربة الاستماع في الموبايل ده عجبتني جدا بالنسبة للفئة السعرية بتاعته، وتقييمي لسماعات الفوكوفون اف 1 هو 5 من 5. طبعا بعيد تاني ان احنا بنقيم الاجهزه دي بالنسبه للفئه السعريه بتاعتها مش بالنسبه للاجهزه او السمارت فونز الموجوده في السوق كلها. ونروح بعد كده للنقطه اللي هي بتشغل بال ناس كتير جدا وهي منفذ الشحن. منفذ الشحن الموجود في الجالاكسي اي 70 هو يو اس بي تايب سي، اما منفذ الشحن الموجود في الاوبو اف 11 برو منفذ شحن عادي اللي هو المايكرو يو اس بي، اما البوكوفون اف 1 فموجود فيه يو اس بي تايب سي. فانا بقى لو حبيت ارشح لكم دلوقتي، هل هرشح لكم الجالاكسي اي 70 ولا هرشح لكم الاوبو اف 11 برو ولا هرشح لكم البوكوفون اف 1؟ انا مش هرشح ولا واحد في الثلاثه، انا هرشح الثلاثه. انا يعتبر رايي مختلف شويه عن بقيه الناس وشايف ان الفئه المتوسطه دي هي فئه تضحيات، يعني كل تليفون ما بيديلكش كل حاجه، كل تليفون فيه تضحيه شكل وفيه حاجه بيتميز فيها. فاحنا نقسم الحاجات اللي بتميز فيها كل تليفون او الحاجه اللي بتميز كل تليفون من دول اللي تخليك تشتريه، بالاضافه لان بقيه امكانيات التليفون او بقيه العتاد بتاع التليفون مش وحش، لا التليفونات التانية تعتبر احسن منه في الحته دي. فاحنا هنقسم الترشيح بتاعنا النهارده لثلاث نقط، اول نقطه هي اداء الخارق، ثاني نقطه هي خامات وكاميرات، ثالث نقطه اللي هو الباكج اللي تعتبر مظبوطه شويه او الباكج اللي هي المتكامله اللي تقدر تلاقي فيها ده وتلاقي فيها ده. الاداء الخارق او الاداء الخرافي طبعا غير ما اتكلم كلكم عارفينه هو البوكوفون اف 1، لان هو بيجي بكوالكوم سناب دراجون 845 وما اظنش انت تلاقي تليفون لحد 8000 جنيه بيديك الاداء ده خالص. فانت لو عايز اداء خارق بغض النظر عن الخامات اللي فيها تضحيات او التصميم ككل فانا برشح لك البوكوفون اف 1. بالنسبه للخامات والتصميم والكاميرات فانا برشح الاوبو اف 11 برو. ليه رشحت الاوبو اف 11 برو؟ مع ان على الورق العتاد او الامكانيات بتاعت الكاميرات تعتبر منحازه اكتر للجالاكسي اي 70 من سامسونج، هقول لكم ده في النقطه اللي بعد كده. فانت لو عايز خامات كويسه وديزاين محترم وكاميرات تعتبر ممتازه في الفئه السعريه دي انا برشح لك الاوبو اف 11 برو. بالنسبه بقى للباكج المقبوله انا كنت حاطط فيها قبل ما اعيد الفيديو او قبل ما اعيد الحته دي من الفيديو لان الصوت كان متسجل من الكاميرا وكان مدخل صوت عصافير بقى ومدخل صوت مراوح وصوت تكييف والدنيا كانت خربانه خالص. كنت مرشح في الفئه اللي هي الباكج اللي كلها على بعضها او الباكج اللي بتعمل توازن ما بين ده ما بين الاداء وما بين الخامات وما بين الكاميرات، كنت مرشح الجالاكسي اي 70. لكن في مراجعه صديقي محمد خالد الجالاكسي اي 70 اللي هي هتلاقوها في الديسكربشن تحت الفيديو لقى شويه مشاكل، لقى ان الفوكس بتاع الجالاكسي اي 70 مش مظبوط في التصوير، بياخد وقت عقبال ما يعمل اوتو فوكس على الحاجه وانت بتصور فيديو، في اوفر اكسبوجر في الصور، الصور بتاع الاضاءه بتاعتها بتطلع اوفر شويه في الكاميرا الاساسيه، فدي تعتبر مشاكل ظهرت معاه في استخدامه للكاميرا، دي خلتني اغير رايي وانا بعيد تصوير الفيديو.
فهنزيح جالاكسي اي 70 شويه من نقطه الكاميرات او ان هو متميز في الكاميرات، بالاضافه لان هو ما فيهوش مثبت بصري، يعني الكاميرا بتاعته ما فيهاش مثبت بصري زي التليفونين التانيين، فهتلاقي انت بتصور فيديو مش هيديك تجربه تصوير ممتازه او تجربه تصوير مقبوله زي ما انت ما متخيل او زي ما الامكانيات اللي على الورق ما بتقول. فانت لو عايز معالج قوي وكاميرا وايد انجل او مميزات اضافيه اللي بيديلك السوفت وير بتاع سامسونج، فانا برشح لك الجالاكسي اي 70. انما غير كده لو عايز كاميرات الاوبو اف 11 برو، ولو عايز اداء خارق جدا والاداء رقم واحد عندك، فانت عندك البوكوفون اف 1 بدون منازع هو اللي تختاره وانت مغمض. طبعا التقييمات دي والاختيارات دي والترشيحات دي بناء على وقت صدور الفيديو، فما يجيش حد بعد صدور الفيديو ده بشهرين او ثلاثه يقول لي والله يا عبد الرحمن ده انت كنت منزل وقال كذا 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 ودلوقتي في كذا. يعني انا بالاضافه لنقطه ان فيديوهات الترشيحات اللي بعملها بتبقى مناسبه للشهر ده بس، يعني ما ينفعش ان انا انزل فيديو ترشيحات تليفونات لشهر 3 وتيجي تتفرج عليه في شهر 4 وشهر 5 وتقول لي انت نسيت تليفون كذا. كل شهر الشركات بتنزل تليفونات جديده، فاكيد كل شهر احنا محتاجين فيديو ترشيحات، فبالتالي كل فيديو ترشيحات موجود جنبه تاريخ او الشهر اللي انا نزلته فيه، بكتب مايو 2019 مارس 2019، فانت برضو بتبص على عنوان الفيديو قبل ما تتفرج عشان ما تجيش بعد كده تقول ده في تليفون ناقص او انت رشحت لي تليفون غلط. دي ملحوظه حبيت اقولها وكده انا بريت ذمتي خلاص. في نقطه كمان وهي فيديو الاخبار اللي فات اللي انا عملته. يا جماعه الاخبار اللي موجوده هي هي الاخبار، مش هنخترع اخبار جديده. الاخبار المهمه اللي في السوق دلوقتي او الاخبار اللي بيتمحور عنها مجال التليفونات دلوقتي او التسريبات هما خبرين، البوكوفون اف 2 والريدمي اكس اللي هو ما نعرفش هينزل ريدمي اكس ولا هينزل بوكوفون اف 2 والون بلس 7 بالثلاث نسخ بتوعه. فاكيد انا مش هجيب اخبار من عندي، يعني انا نزلت فيديو الاخبار اللي فات الناس كلها بتقول لي انت واخد الاخبار من عمر دايزر، بس فعلا هي دي الاخبار، هي نفس السورس، مش هنجيب سورس جديد، يعني مش هجيب مصدر جديد للاخبار او مصدر جديد للتسريبات. ف اهدوا عليا شويه، اهدوا عليا شويه كده وبس كده. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. أهم حاجة ما تنسوش تكتبوا الأسئلة بتاعتكم في كومنت تحت الفيديو عشان أرد عليها في فيديو الأسئلة. عندكم أريحية كبيرة جدا في أن انتوا تسألوا، سواء أسئلة شخصية لو ينفع أرد عليها أرد عليها، وسواء أسئلة عن الموبايلات أو عن التصوير أو عن الجرافيك ديزاين. بالإضافة لأن الفيديوز بتاعتنا الحمد لله ابتدت توصل لعدد كويس من المشاهدات زي 20,000 و30,000، فبشكركم جدا، شكرا لكم وشكرا على دعمكم ووقوفكم جنبي. ومع كده أنا نفسي 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 إن أنا أكسر 10,000 سبسكرايبر، يعني لو كل واحد من ال 30,000 واحد اللي بيشوفوا الفيديو أو كل واحد من ال 1000 واحد اللي بيعملوا لايك للفيديو أو ال 1000 ونص واحد اللي بيعملوا لايك للفيديوز عملوا سبسكرايب، شكرا. طبعا لو الفيديو فاتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد انا هنزله. عايزكم تبقوا عارفين ان شهر رمضان هيكون فيه فيديوز كتير جدا، سواء فيديوز اخبار، وطبعا في فيديو جيف اواي باذن الله هينزل اول ما اكسر 10,000 سبسكرايبر. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. كان معاكم عبد الرحمن الهوالي، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. مع السلامه.